قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال بعثت بالملة العوجاء، يعني المعوجة قصدا إلى الحق عما عليه أكثر الخلق، فإن أكثر الخلق على الشرك والضلالة كما قال تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، قال تعالى وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، قال سبحانه وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، قال تعالى وقليل من عبادي الشكور، قال سبحانه وقليل ما هم، قال تعالى وما آمن معه إلا قليل، قال سبحانه كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. فلما كان جملة الناس من الجن والإنس على الشرك والكفر والضلالة والهوى والغواية صار المستقيم على التوحيد والإخلاص والسنة الذي يجمع بين متابعة الشرع وبين السنة قليلا في الناس، صارت في النظر لأول وهلة من كان صار من في النظر لأول وهلة من كان كذلك كأنه هو المائل المعوج لمخالفته ما عليه أكثر الخلق، والحقيقة والواقع أنهم هم المائلون، أكثر الخلق هم المائلون إلى الباطل إلى الشرك والكفر والبدع والأهواء والفسق، لكن الذي يغتر بالكثرة ولا ينظر في المضمون يشكل عليه هذا، شبه عليه هذا.